حاسب منا حشرات. هاي هادي راه ولات تقتل. الطريق محبوسه، كلهم دابا حبوبني. مشينا للسبيطار ديال حومه، قال لك عندكم شي جرثومه. ناس كازا بلا شك مؤخرا واحد الريحه وصلاتكم خايبه، بالاخص ما بين صلاه العشاء والجوج ديال الليل. كاين فيكم اللي عارف المصدر ديالها، وكاين اللي كيقول غير الريحه ديال الواد الحار اولا شي زبل خانس قريب ليكم. هاد الوقيته بالضبط كتكون فيها الطريطمون ديال الزبل اللي كيجي من كازا والنواحي، اللي من بينهم الزبل ديال داركم. تقريبا كل عائله مغربيه على الاقل كتخرج ما يقارب 8 كيلو ديال الزبل يوميا، فسوا كتخرجوه للبوبيل اللي عندكم في الدرب اولا كتسناو صحاب النظافه يجمعوه، اللي كنشكرهم على هاد الخدمه اللي كيدير. ففين كيمشي هاد الشيء كامل اللي كيتجمع، اللي فيه قشور ديال الخضره، بلاستيك، حديد وزيد وزيد. المطرح الوحيد اللي معروف في كازا هو زباله امريكان. ما تقولش ليا ما كتعرفش هاد البلاصه، اولا ما عمرك ما سمعتي بهاد السميه. ما تخيلوش الاطنان ديال الزبل اللي كتوصل يوميا لهاد البلاصه. بمجرد ما كيوصل هاد الكاميون اللي عامر الباب ديال الزباله، كتجي المرحله اللي خاصو يخوي فيها هاد الكميه. وهنايا فين كيخدموا ناس اخرين اللي عايشين من الزبل ديال داركم، كيبان لهم كنز في بلاصه الزبل، حيت ملي الكاميون كيبدا يخوي هاد الكميه كامله، كيبداو الناس يتخاطفوا باش يعزلوا اللي كيتباع واللي ما كيسوى والو يلوحوه. هاد الناس بالضبط اللي الاغلبيه فينا كيسميوهم بوعاره، واخا ما كيستاهلوش منا نسميوهم هاد السميه، راه كيديروا خدمه ديال شركات عالميه في دول اخرى اللي كتكلف بالتدوير ديال المواد اللي ممكن اعاده التدوير ديالها، بحال الحديد، البلاستيك، الكرتون، النحاس وبزاف ديال المواد اخرى. هاد المواد بالضبط كتصدر لدول عظمى باثمنه خياليه بمجرد ما يتم الجمع ديالها. اما بالنسبه المواد اللي ما كتسوى والو، راه كيتم الحرق ديالها، وهذيك بالضبط هي الريحه اللي كتوصلكم للدار اللي ناتجه على هاد العافيه ديال هاد الزبل. والا بغيتوا تعرفوا المعاناه ديال بصح ما هاد الريحه، سولوا الساكنه ديال مديونه، سولوا الساكنه ديال سباته، سولوا حتى الناس اللي صرفات اموال طائله غير باش تسكن في وحده من اغلى البلايص كاينه في كازا، اللي هي غولف سيتي ديال بوسكوره. ناس حطات فلوس صحيحه غير باش تهرب من الصداع ديال المدينه، ولكن طاحوا في مشكل ديال الريحه ديال الزباله، الريحه اللي عندها اعراض وخيمه على الكبار وعلى الصغار، اللي ممكن تادي الجلد، الريه والعينين وبزاف ديال المناطق حساسه. اما الناس اللي بعاد من الزباله غير بمتروات اللي قلال، ما بقاوش كيقتصروا غير على المعاناه ديال الريح، ولكن حتى الصداع ديال الكاميوات اللي ما كيساليش 24 ساعه على 24. عاد زيد واحد السائل اللي كيخرج من البقايا ديال هاد الزبل، اللي كيحتاج تدخل سريع باش يدار التريتمون ديالو، والا الاعراض ديالو غادي تكون وخيمه، بالاخص فيما يخص البكتيريا اللي كيجمع، اللي ممكن في اي لحظه توصل لهاد الساكنه اللي قريبه من هاد الزباله. بلا ما نساو المعاناه ديال الساكنه الجديده في هاد المنطقه، بالاخص في مشروع الرشاد، دوار حيمود، وحتى الساكنه ديال المكانسه. الناس اللي مكلفه بهذا المشروع ومجلس المدينه سنين، وهو كيتوصل بشكايات من عند هاد الساكنه غير باش تحول هاد الزباله من هاد المنطقه اللي جات في واحد البلاصه اللي كل نهار كيتزاد فيها مشروع سكني جديد. فكيفاش الناس غادي تسكن وغادي تحط فلوسها ووليداتها بالقرب من اكبر مطرح كاين في الدار البيضاء، الا وهو زباله امريكان؟ والغريب ان هاد الزباله الطاقه هي الاخرى ما كيستافدوش منها البيضاويين، كندوي على الطاقه اللي كتنتج على هاد الازبال اللي كيتم الضغط ديالها. ما تنساوش قولوا لنا واش طبق لكم شميتوا هاد الريحه ديال زباله امريكان في داركم. خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان، تهلاو.